البيوتيبس النهارده هتكون عن البرفيوم. كلنا كستات كده بنحب دايما ريحتنا تبقى حلوه، لكن في ستات كتيره بتشتكي وتقول بحط برفيوم بجيب براند كويس بس للاسف مش بيدوم. انا هقول لكم على شويه تيبس ازاي البرفيوم يدوم ويقعد معاكي اليوم كله. اول حاجه خالص، دايما حطي البرفيوم بعد الدش، الجسم بيبقى رطب وهيثبت اكتر على جسمك. دايما رشي البرفيوم في اماكن النبض، كلنا عارفين المعلومه دي بس بعتها تاني، اللي هي هنا ورا الودان، ورا الرقبه، ورا حتى الركبه بتاعتك، اي مكان فيه نبض هيدوم معاكي اكتر. لما تيجي بليز ترشي البرفيوم بلاش ترجيه، في ناس بترج البرفيوم انا ما بفهمش بترجوا ليه، ولما ترشي البرفيوم رشيه من بعيد شويه، بلاش تقربي كده، مش من بعيد قوي كده بس من بعيد شويه. دايما كمان وزعيه بطبطبه، يعني كده بلاش الحركه اللي احنا بنعملها دي بتخلي البرفيوم يطير، لكن بطبطبه هنا، بطبطبه هنا، بطبطبه، اوكي. ولو عايزه ترشي على الهدوم ما ترشيش كتير، لان الهدوم ممكن تبقى ومش بتدوم قوي، بس ممكن حاجه بسيطه كده من بعيد. ابعدي دايما البرفيوم عن الاماكن اللي فيها الاضاءه، يعني ما تحطوش مثلا في اوضه النوم عند شباك او حاجه وتكون متسلط عليه الشمس كل يوم. وارجوكي برضو بلاش في الحمام، في الحاجات او المناطق اللي ممكن يبقى فيها رطوبه وبخار وحاجات كده. المعلومه بقى المهمه قوي قوي اللي انتوا لازم تعرفوها ان في حاجه اسمها اودو تواليت واودو برفيوم. الاودو برفيوم اقوى بكتير قوي من الاودو تواليت. ليه؟ لان بيكون في تركيز الزيوت اعلى، علشان كده ده بيدوم اكتر. واخر معلومه عايزه اقولها لكم، اعملوا ليرينج. ليرينج يعني ايه؟ زي في الهدوم كده بنعمل ليرينج الحاجات. يعني ايه؟ يعني لو عايزه فعلا ريحتك تدوم من الصبح لحد ما تخشي تنامي وريحتك برضو تبقى لسه نفس البرفيوم اللي انت بتحبيه، ابدأي بالشاور جل ريحه البرفيوم، بعد كده البودي لوشن، وبعد كده البرفيوم، كده ريحتك هتدوم لحد تاني يوم.